حكاية وطن أشرق نوره على العالم. اهتمت الحكومة الاتحادية بالتعليم والصحة. تاريخ شعب سطر أعظم الإنجازات وأروع الملاحم. نعقد من حجاج الغضب طوفان يطمي خصومها. بمناسبة اليوم الوطني 44، شخصيات تستعرض القيم السامية التي جعلت من الإمارات مثالاً يحتذى في التميز والإبداع. حكاية وطن سنرويها جيلاً بعد جيل. حكاية وطن الأحد 9 مساءً على سما دبي.